لا بالعكس بالعكس، ما كانش أخطاء شهادة خبراء التحكيم. لا عندنا هذا النقطة اللي وقعت في الدقيقة 86 هي أثارت الجدل. السبب في هذا هو التأخر ديالي في إعلان ضربة جزاء اللي جات من بعد واحد المسك من طرف المدافع المهاجم، وهذا المسك أنا ما شفتوش، أنا ما شفتوش اللي شافه هو الحكم المساعد الثاني وعطاهني في الكيت، والكومينيكاسيون كان شويه دارت الروتار، ان انا استفسرت على الخطا اللي قال لي عليه. هذاك الشيء فاش وصلت للقطه الثانيه اللي كانت فيها واحد الارتقاء واحد الصوت على المدافع، جات معها التصفيره. هذاك الشيء علاش اثار الجدل هذه اللقطه، هذه ضربة جزاء. ما انا اللي اذنت على ضربة جزاء اللي مسك المدافع المهاجم، هو اللي اذنت عليه يعني من طرف الاخبار ديالي، من طرف المساعد الثاني كان شوية ديال الروتار، لان بطبيعة الحال اللي كيقول هاد في الكيت كيبقاش كيكون واحد الروتار تاع الصوت ديالي باش نرد عليه انايا، كيكون واحد ولا اخذت واحد 3 ثواني من الصدف جات مع هذيك مع ديك اللقطة اللي كان فيها فوط على كان فيها خطأ على المهاجم. فمحبين ربما والفريق والمتتبعين اللي ما شافوش اللقطة كاملة كيقول لك أنني صفرت ضربة جزاء خيالية أو قلبتها، فهذا لا يقلب نقلب أنايا خطأ نقلبوه، هذا كيديروه غير المبتدئين. الخطأ باين للمدافع ونعطيه ضربة جزاء. انا اللي اعلنت عليها ضربه جزاء للمسك، توضيح للمسك اللي راها كاينه ومبينه هاللقطه وراها كاينه عند الجامع. اما المقابله الحمد لله فكانت كامله، يعني كاين هذه اللقطه اللي كان فيها الكلام على حسب ذاك التاخير في الاعلان عن ضربه جزاء، مقابله شهدت خبراء تحكيميا في ظروف جيده، والحمد لله كان وفقنا الله سبحانه وتعالى في المقابله، الا هذه اللقطه اللي كانت فيها الجامع.